خليني اعرف حضراتكم على ست جدعه، ست بميت راجل، ام رحاب من محافظه الفيوم. ام رحاب زوجها كان نجار عنده ورشه، يعني اصيب في حادث وما بقاش قادر يشتغل خالص، فهي اللي نزلت وقفت مكانه في الورشه، اتعلمت الصنعه واشتغلت، وخلال 20 سنه بقت اشهر، مش بس اشهر، هي بقت اول نجاره في الفيوم. انا ام رحاب النجاره، مشهوره هنا في حتتي، شغاله في النجاره بقالي اكتر من 20 سنه، متجوزه ومعايا 5 اولاد، من دهم 3 متجوزين ومعايا بنتين توام لسه على وش جواز مخطوبين. انا شغاله مع جوزي بقالي اكتر من 20 سنه، لان حصلت له ظروف وراجع من المدرسه. جوزي كان موجه في التربيه والتعليم، وهو راجع حصلت له حادثه فجبسنا رجليه وشلنا له الركبه خالص، وجينا بقى طبعا الشغل اتراكم علينا والصنايعي مشي ما جاش، فلقيت بقى الناس عماله رايحه جايه تزعق، فقلت له لا تعالى وريني انا اعمل ايه وانا اعمل، بس قال لا تعرف، قلت له اعرف نشوفه خلاص. بس البيت بتاعنا كان دور واحد، طلعنا فوق السطح عشان كنت مكسوفه طبعا اول مره في الشارع، قلت له لا تعالى نطلع فوق السطح، طلعنا فوق السطح عملت السريرين ولزقتهم قشره وشطبناهم ورحنا بعتناهم للاسترجي، وانا رحت جبتهم من عند الاسترجي سلمتهم لصاحبهم عشان كان كل يوم يجي يزعق، والحمد لله بقى الصنايعي جه بعدها بيقول لي انا عايزه اشطب السراير، قلت له لا كل سنه وانت طيب، خلاص السراير اتسلمت ازاي؟ قلت له انا اللي عملتهم. الصراحه الدوليب هي اللي صعبه بالنسبه لي، انا بجهزها، جوزي قطع على المنشار الخشب اللي هو الابلكاس زي ده، وانا بقى احشيه من جوه والزقه بالغيره واكبسه بقى على المكبس، تيجي بقى الصنايعي من ياخد بقى من ورا مني، يروح حاطط بقى الحليات الزان دي اللي بتتحط على الوش ويروح بقى موقف الدولاب. انا ما اقدرش ان انا اوقف دولاب لان انا قصيره والدواليب بتبقى طويله عليا. ردود افعال الناس، في ناس تقبلت الموضوع في الاول وفي ناس لا، بس الحمد لله دلوقتي كل اللي رايح واللي جاي الله يقويكي ربنا يعينك وهكذا. كان في ناس تقول لي دي مش شغلانتك، خليها لحد تاني، دي شغلانه رجاله، اقول لهم لا، اللي في عين وراس يعمل عمايل الناس. انا بشتغل من 9 الصبح لحد الساعه 3 4 اخر النهار، نروح ساعتين غدا ونيجي نكمل المشوار لحد الساعه 9 بالليل. نفسي بقول للستات كلهم ان هم يقفوا جنب جوازهم لان الظروف صعبه باي حاجه، اي طريقه، ان هم يشتغلوا بره، يشتغلوا في بيوتهم، يعملوا اي مشاريع في البيوت، بس يقفوا جنب جوازهم لان احنا مالناش غير ليهم. انا بقول للشباب لازم يدوروا على الشغل، لازم يتحركوا، بلاش قعدة القهاوي، بلاش القعد على الكباري، الشغل كتير بس اللي يسعى. انا نفسي اطلع عمره انا وجوزي ومعايا بنتين توام، نفسي اجوزهم علشان ارتاح، بس ربنا يخلي جوزي لي علشان انا ماليش اللي هو